كتير مرات منكون ناكل بس ما منكون عارفين هل إحنا جوعانين ولا بس شهيتنا مفتوحة. أتريتو بالعلم بيقول إنه في فرق، وهذا هو الفرق رح تحدثنا عنه أخصائية التغذية رند الديسي. صباح الخير رند. صباح النور رندا. أنا بقول اسمع، إذا بنعمل استفتاء شو الفرق بين الجوع والشهية؟ ما حدا بيعرف الفرق. المهم ناكل. بالضبط. طيب إحنا برضو بنعطي مجال لكل اللي عم بيتابعنا، رح يكون في الاتصالات نستقبلها مباشرة على الهواء اليوم. خلينا نخصص اتصالاتنا وأسئلة عن موضوع الشهية وأيضا الجوع. رند، هذا المدخل مهم جدا، إنه في كثير أشخاص بيحبوا يخسروا وزن بس عندهم هاي المشكلة، إنه ما بيعرفوا هلا هم عم بياكلوا عشان مشتهيين هذا الإشي ولا هم بحالة جوع. فقديش نفسيا احنا المفروض نفهم إيش وضعنا وبعدين نعرف ليش عم نكسب أو نخسر وزن. صحيح. هلا كثير أشخاص ما بتفرق ما بين إيش يعني أنا أشعر بالجوع أو أشعر بالشهية. هلا الجوع هو احتياج فسيولوجي للجسم يحتاج الطعام بشكل كبير. بصير عندي لما ينخفض نسبة الجلوكوز بالدم أقل من النسب المطلوبة بالجسم، وقتها بصير الجسم يطلب أكل وبنشعر بالجوع. طبعا ممكن تيجي على شكل قلة تركيز، على شكل وجع بالبطن، أو لما نسمع هيك أيوة. نطلع صوت نحس إنه معدتي عم تفرك بنحكي. وهذا الإشي صحيح، هون بيكون عندي الجوع. عادة الجوع بيصير بعد 6-8 ساعات من استهلاك الوجبة، عشان هيك نحن بننصح إنه نحن نفطر على الساعة 8، نتغدى على الساعة 3، ونرجع نتعشى على الساعة 8. بنلاحظ إنه الفرق ما بينهم بيكون 6 ساعات. أما بالنسبة للشهية فهي بتكون شعور مكيف للجسم، يعني هو بيكون حسب الحواس تبعيتي. أنا بشوف الأكل بشتهيه، فهو احتياج مكيف للطعام، ما بيكون عن جد أنا جسمي محتاج للأكل أكثر من ما هو الحواس تبعيتي بتخليني بدي اكل اكثر او بشعر انه انا لازم اكل اكثر. هلا طبعا الشهيه بتعتمد على 3 اشياء رئيسيه وبتاثر عليها، اللي هي الخلايا الدهنيه، عدد الخلايا الدهنيه الموجوده عندي بالجسم، كمان بنفس الوقت عندي الجهاز الهضمي بياثر على الشهيه، واكيد ما ننسى خلايا الدماغ كمان بتلعب دور بشكل كثير كبير. يعني عشان هيك بنشوف اشخاص شهيتهم مفتوحه واشخاص يعني عادي بيشوفوا الاكل ما بيشتهوه. مزبوط. بيكون معتمد على هذه الثلاث عوامل. صح. هلا كيف عندي الاشخاص وخاصه الخلايا الدهنيه بتاثر على الشهيه؟ هلا اللي احنا ما بنعرفه انه نحن لما نزيد بالوزن عدد الخلايا الدهنيه عندي بتزايد بالجسم. اوكي. بس لما انحف العدد الخلايا الدهنيه ما بيقل، بيضل نفس الشيء ولكن بيتفرغ من الدهون. فعشان هيك حتى الاشخاص اللي بتنصح مره واحده او فجاه بترجع بتنحف بشكل كتير كبير، بنلاحظ عندهم البات وينجز، او بتشكل عندي الجلد المتزايد. أيوة. خاصه بمنطقه الايدين. بتكون لانه الخلايا الدهنيه بتزيد بالعدد، ما بتنقص بالعدد ولكن بتتفرغ من الدهون. نعم. اوكي، رح نكمل هلا العوامل الاخرى غير الخلايا الدهنيه، بس ناخذ فاطمه عم تحكينا من الزرقاء. هلو. الو. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا يا فاطمه، تفضلي، كيفك؟ يعطيك العافيه. اهلا، تفضلي. هي رند عم تسمع سؤالك. صباح الخير رند. صباح النور. بس اسال انه الواحد اول شيء يكون جوعان، ياكل يكون اكل لذيذ او زاكي، ضل ياكل حتى بعد ما يشبع. فاطمة حكت يعني من الآخر. مظبوط. كثير صح، يعني إنه الأكل زاكي فمنضلنا ناكل. أوكي. مظبوط. شكراً. شكراً. شكراً فاطمة. بضل ياكل. صح صح. هلأ في دراسات بتثبت إنه نحن لازم نوقف الأكل قبل ما نشعر بالشبع. يعني لازم أنا أوقف أكل لما أبطل حاسس حالي جوعان، لما يروح شعور الجوع أنا هون لازم أوقف أكل. وخاصة إنه نحن بنحصل على التغذية الكاملة والمتكاملة الجسمي بيحتاجها لما أبطل جوعانة، مش لما أشعر بالشبع. هلأ في طريقة ممكن تقلل من استهلاكي للطعام وحتى إذا أنا عم بشتهي. أول طريقة إنه نحن ممكن ناخذ كاسة أو كاسين مي قبل الأكل، وهي كتير متعارف عليها بين الأشخاص إنه المي بتاخذ حيز من المعدة. لكن ثاني طريقة والطريقة الأفضل إنه أنا ما أضلني آكل من الأكل الموجود على الطاولة. السدر هذا اللي بنحطه هو بخلينا نسحب. بالضبط. بالضبط. أجيب صحن، أحدد الكمية تبعيتي بصحني، وما إنه آخذ أكثر من احتياجاتي بالصحن. تمام، إحنا رح نكمل على هاي النقطة، بس معنا اتصال من السعودية. رنا، صباح الخير. صباح النور. تفضلي رنا. أهلاً. صباح الخير دكتورة. صباح الورد. أهلاً. حبيبتي دكتورة، أنا عندي مشكلة، أنا بس آكل نشويات، ما أكل بروتينز أبداً، لا لحوم ولا أسماك ولا تشيكن. بس مشكلتي وزني كان 49 تقريباً من 6-7 شهور سنة، وزني قاعد يزيد الحين. وزني 54. أها. وبالميجر وزن ميجر زي ما هو،
جسمي نحيف انا. اوكي اوكي. بس ابغى انزل الخمسة كيلو هذه. طب بدك تعرفي ليش زدتي الخمسة كيلو؟ وكان عندي دهون ثلاثية ونزلتها، بس اكل اجبان مو كثير بس على الصباح. اوكي. اسمعتي ولا خليها تعيط؟ هلا هي عم اوكي؟ اوكي شكرا لاتصالك رولا. تفضلي. اوكي هلا رنا مشكلتها لما الشخص ياخذ كل اكله من النشويات، هون حرق الدهون عندي بقل بشكل كتير كبير. النشويات فيها سكريات أولية كتيرة. السكريات الأولية شو بتعمل؟ بتخلي الجسم يمتص سكر أكتر، يطلب سكر أكتر. فكل ما أخذت سكر من النشويات أكبر رح أصير بدي أكل نشويات أكتر. فحبة من يعني مثلا نص خبزة ما رح تكفيني، بدي أخذ خبزة واليوم اللي بعديه رح أخذ أكتر. طبعا النشويات بتتطلب طاقة أقل من الجسم ليحرقها، عشان هيك بتتخزن بطريقة أسهل على شكل دهون وبزيد بالوزن بشكل أسرع. طبعا رنا البروتين هو الغذاء الوحيد اللي نحن ممكن نستهلكه بكميات أكبر من النشويات إذا حابة أخسر وزن، ولأنه كمان البروتين بيتطلب طاقة كبيرة من جسمي لأهضمه، فلازم أركز على الألبان الأجبان والمصادر الحيوانية من البروتين، وأكيد أتخلى عن النشويات بعد وجبة الغداء. بوجبة العشاء ما ناخذ نشويات ابدا. بس كانه انا اللي فهمته هي نباتية ولا؟ هي انا سمعت انها بتاكل البان واجبان الصبح. بس هي نباتية انه حكت، بس ما بتاكل دجاج ولا لحمة ولا سمك. ما في مشكلة، الاشخاص النباتيين في عندي بروتينات بتيجي من النبات بتعوض عن البروتين الحيواني، وخاصة عندي الصوي بينز او اللي هي حبوب الصويا، فيها نسبة عالية جدا من البروتينات وبنفس الوقت بتعوض عن البروتين الحيواني. طيب عندنا كمان ديما من عمان. ديما اهلا وسهلا، صباح الخير، تفضلي. صباح الخير حبيبتي. اهلا. انا بنتي عمرها سنتين ونص. سنتين ونص؟ وبتطلب حليب بكميات كبيره، يعني بتوصل لست سبع كاسات باليوم من الحليب العادي الناشف، يعني مش ضروري نيدو حليبنا او اي حليب يعني كبار او صغار بيستخدموه. انا بحللها اياه بمي بدون سكر. لا ممكن تعلي صوتك شوي ديما؟ لا ممكن تعلي صوتك شوي؟ بحكي لك بنتي بتشرب حليب بتطلبه بكميات كبيرة، يعني بتوصل من 6 إلى 7 كاسات مي باليوم. أوكي. حليب العادي يعني مش شرط حليب هنا، الحليب اللي بيشربوه الكبار اللي بنحله بالشاي. يعني حليب البودرة اللي بنحط عليه مي؟ البودرة. أوكي. وانا ما بحللها هي، يعني هل ايش فوائده ولا في له مضار لها؟ وهي شهيتها كثير قليله، يعني ما بتوصل لك لوجبه متوسطه باليوم. أوكي. كيف بقدر افتح لها شهيتها؟ او الحليب ايش فوائده لها وايش مضاره؟ اوكي تمام. شكرا لك ديما. شكرا ديما. هلا ديما يمكن الفكره انه على عمر سنتين ونص نحن لازم نبلش نتخلى عن الحليب ونقلل من كمياته بشكل كثير كبير، يعني 3 أو 4 مرات تعتبر كميه عاليه، خصوصا انه على السنتين ونص نحن بنحتاج مصادر غذائيه غير الحليب. طبعا انا دائما بفضل الحليب الفريش اكثر من الحليب المجفف، لانه الحليب المجفف فيه نسبه بريزرفاتيفز عاليه او مواد حافظه عاليه، وما ننسى انه كمان فيه نسب دهون اعلى من الحليب السائل. فلا يفضل انها تاخذ الحليب السائل. لازم نجوع طفلك او طفلتك لحتى انه هي تطلب اكل وتبطل عن الحليب، ولازم انه نحن نحدد لها كميه الحليب مش اكثر من 2 كوب باليوم. نعم. انا بالدقيقه اللي ضلت بحب بس نحكي قد ايه الوقت ليستوعب الدماغ انه شبع، لانه هاي المعلومه بحسها مهمه عشان ما نسحب كثير بالاكل نفكر حالنا لسه ما شبعنا، لانه الدماغ بده وقت ليفهم انه صار في عندنا حاله اكتفاء. صحيح. هلا يمكن احنا نرجع نكمل بهذا الموضوع الفقره الجاي، بس لحتى الاشخاص تعرف انه انا بحتاج من ربع الى ثلث ساعه للكيوز او السيجنلز توصل للدماغ انه انا شعرت بالشبع. كثير منا بياكل كميات كثير كبيره بهاي الربع او ثلث ساعه. عشان هيك انا دائما بحكي انه نحن لما نكون قاعدين على الطعام، لما نكون مع اصدقائنا، لما نكون مع الاهل، هذا الشيء بيقلل من استهلاكنا للطعام، لانه بيكون عم نحكي مع بعض، عم نتسامر مع بعض اكثر من ما انه بس تركيزي المين فوكس على الاكل. فعشان هيك يفضل انه نحن نحاول قد ما بنقدر نقوم عن طاوله الاكل بعد 10 دقائق او ربع ساعه، نخفف من استهلاكي للأكل بقدر المستطاع، ما نعمل على أنه نحن نزيد كميات كتير كبيرة من الوزن وبعدين نرجع نخسرها، لأنه هذا الإشي رح يعدد أو رح يزيد تعداد الخلايا الدهنية اللي أكيد رح تزيد من إفراز هرمون اللبتين واللي هو هرمون الجوع. أوكي.
إذا هيك إحنا لازم مرة تانية نرجع نحكي على الأمور اللي بتفتح الشهية واللي بتأثر إنه بيكون الواحد شبعان وهالشهية مفتوحة، عشان نتعرف عليها. يعني اللي بيكون إنه عم باكل بشهية مفتوحة باستمرار، مزبوط. فإن شاء الله بتكوني موجودة معنا المرة الجاي بالضبط نعرف، لأنه موضوع كتير مهم وبيهم الكل أكيد. شكرا شكرا رن. شكرا لكم.